أشرار، أذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. ورقة سليمان وسعيد يعتبر أن المناقشات الأولية للاستراتيجية كما عرضها رئيس الجمهورية مناقضة تماما لأحكام الدستور. ميقاتي يؤكد أن طاولة الحوار مستمرة برعاية رئيس الجمهورية، وهي ستوصل البلاد إلى بر الأمان. خطوات جديدة لمكافحة عمليات الخطف، ودعم منزل خاطفي المواطن يوسف بشارة، والعثور بداخله على مبلغ 380 ألف دولار. القوى الأمنية تلقي القبض على المتورطين في حرق KFC على أن يتم عرضهم لاحقا على وسائل الإعلام. تظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام، وسط تدابير أمنية مشددة في محيط المراكز الدبلوماسية الغربية. واشنطن تؤكد نيتها عدم ربط مساعداتها لبغداد بتفتيش الطائرات الإيرانية التي تدخل مجالها الجوي، والتي يشتبه بأنها تنقل شحنات أسلحة إلى سوريا. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا. 22 من قادة العالم وأبرز الملفات المطروحة، الأزمة السورية والملف الإيراني. الإبراهيمي: الوضع في سوريا بالغ خطورة ويتدهور يوما بعد يوم، والقيام بإصلاحات غير كاف، وما يجب القيام به هو التغيير. تابعوا هذه الأخبار وسواها في نشرة بيروت اليوم عند ثانية.